في خيبر، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر، وقال عن رجل يفتح الله على يده، نعم يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون كلهم يرجو أن يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ هل اعترض واحد من الصحابة وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام علي مريض ونحن طيلة الليل نفكر وندعو، لماذا لا نأخذ هذا؟ اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيب. لم يتكلم أحد من الصحابة، لماذا؟ حققوا الإيمان بالقضاء والقدر. هذا الفضل كتب لعلي رضي الله عنه، فهم تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر. نعم، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا هو، هل معنى هذا أنك لا تسعى؟ تسعى. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله ونؤمن باللوح والقلم إلى آخره، قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ كما أخبر الله سبحانه بذلك، وجبريل عليه السلام سمعه من الله وبلغه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام منزل من ربك بالحق، ولم يقل من اللوح المحفوظ. ولهذا في إجازات القرآن الآن، وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في الإجازة أكثر الإجازات الآن تجد في إجازة القرآن عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ها، عن أبي، عن جبريل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ، ما يقول عن رب العزة. لماذا؟ لأنهم ينكروا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم، والله سبحانه وتعالى قال، تعيد تقرأ، قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن الكريم مكتوب في لوح المحفوظ كما أخبر الله سبحانه بذلك. نعم، وجبريل عليه السلام سمعه من الله وبلغه، سمعه من الله، فنقول عن جبريل عن رب العزة. والآن بفضل الله عندنا الآن الإجازات لابد تعدل، وإلا لا يصادق عليها. نعم، إجازة القرآن في المسجد النبوي لأنه يصدق عليها من المسجد، لا يمكن تصدق إلا بهذا، بتعديل هذا. نعم، وجبريل عليه السلام سمعه من الله وبلغه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام منزل من ربك بالحق، ولم يقل من اللوح المحفوظ. نعم، ولا منافاة بين كونه في اللوح المحفوظ وبين إنزاله من الله كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال شيخ الإسلام: واللوح المحفوظ فوق السماوات، وقد جاء في الحديث أنه لا ينظر فيه غير الله عز وجل. قلت: ومن هذا يتبين لنا ضلال من قال إن روح العبد تطلع على اللوح المحفوظ، فإن هذا قول الفلاسفة وهو من خرافات عباد الصالحين أو الطالحين كما هو راسخ بينهم، فاحذروه فإنه كذب. وأما القلم المذكور فهو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المحفوظ المقادير. نعم، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه أبو داود مرفوعة: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. نعم، قال أو هل هو أول المخلوقات؟ لا، معنى الحديث أن القلم أول ما خلق أمر بالكتابة، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، لأنه في الحديث قال: خلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن عرش قبل. أو نقول في الأولية هنا أن أولية بالنسبة لما نشاهد، ماذا نشاهد؟ السماوات والأرض، وخلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم، قال رحمه الله: كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه أبو داود مرفوعا: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.
قال: واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ على قولين، على قولين حكاهما ابن القيم في النونية. نعم، القول الأول أن القلم أول المخلوقات كلها، هذا قول. خلاص، القول الثاني لا، أن القلم أول مخلوقات بالنسبة لما نشاهد، أو أول ما خلق أمر بالكتاب، واضح هذا. نعم. واختار أن القلم خلق بعد خلق العرش، ولهذا قال: نعم، ولأنه جاء في الحديث وكان عرشه على الماء. نعم. ولهذا قال: والناس مختلفون في الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذاني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: هذا هو أول ما خلق أمر بالكتابة، واضح في هذا أول ما خلق. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. نعم. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. نعم، إذن لابد أن يأتي بهذه المراتب. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. هذا فيه رد لما ذهب إليه غلاة المعتزلة الذين أنكروا كون الله تعالى عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. نعم. قوله: وذلك من عقد الإيمان، الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علم الله تعالى بالكائنات قبل خلقها. قوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفات الله تعالى، ومنها تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء. نعم. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك. من الذي يزعم أن مع الله خالقا؟ من؟ قدرية. لأنهم يقولون أن العبد يخلق أفعال. المانوية فرقة من فرق المجوس، تقول أن للعالم خالقان، النور يخلق الخير والظلام يخلق الشر، وكذبوا. لأنه أكثر خير يأتيك في الليل عندما تدعو في ثلث الليل الآخر. فهؤلاء هذا مانوية، لكن القدرية أكثر، جاءوا بأكثر، لأنهم يقولوا كل عبد خالق مع الله. نعم. وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. نعم. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن زعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة. هذا هو مشابهة بالمجوس. المجوس ادعوا النور والظلام، ومنهم مانوية، والقدرية مجوس هذه الأمة، بل أشد، أنهم قالوا كل عبد يخلق مع الله. نعم. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن زعم أن كل أحد يخلق فعلا؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة. وقوله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي بوهمه في البحث عن البعث سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقوله: عاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاكا كذابا أثيما، أي مأثوما، انتهى من الشر. نعم، نكتفي. نعم. طيب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. جزاكم الله خير.